نقول لكم مبروك على هذه النتيجه الايجابيه. بصراحه كان المفروض ان احنا ناخذ 3 نقاط اليوم يا بسام، لكن فرطت علينا 3 نقاط وراح تكون مهمه هذه 3 نقاط للمستقبل. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا احب اشكر اللاعبين على الاداء اليوم اللي قدموه في الملعب، ونفس ما قلت انت كان بامكان ان احنا ناخذ 3 نقاط لكن ضيعنا اكثر من فرصه، والفريق الثاني استغل الفرصتين اللي واحده عن طريق بنتي والثانيه استغل الفرصه اللي شات من برا منطقه الجزاء. فالحمد لله على كل حال يعني ادينا اداء يعني مشرف الصراحه بالمستوى اللي قدمناه اليوم. بين الشوطين بصراحه اختلف اللعب، الشوط الثاني احسن من الاولي، اعتقد ان المدرب شوي كان صارم وياكم بين الشوطين. طبعا انت خسران الشوط الاول، فالمدرب اعطانا دفعه معنويه كبيره ان الفريق ما في فريق احسن من الثاني، واحنا عندنا الامكانيات اللي نقدر نواجه اي فريق. فنفس ما اشوف الشوط الثاني الفريق كانت عنده رغبه انه يسجل اكثر من هدف، وصلنا الجول تقريبا اكثر من 8-9 مرات، لكن اليوم الحظ طبعا ما مشوي. انا شلون الاصابه؟ تمام والله الحمد لله، احس فيها بس انا العب. يارك الله يبا ما تشوف شر. تسلم يبا تسلم.